السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج جام الناس، من خلالها راح نغطي تظاهرات خريجي جيولوجيا باعتبار انه لحد الان ما متعينين. شلونك صديقي؟ الله يسلمك حبيبي استاذ، اهلا وسهلا بكم. احنا اول شيء نحب نشكركم لدعمكم لنا، وجودكم ان شاء الله ويانا تغطيه هاي التظاهر، وان شاء الله بكم البركه. سولف لي مش وقت انتم هنا، احنا شنو مطلبكم؟ الجيولوجيين او ما نسمى بقسم علم الارض اللي متواجد باغلب الجامعات العراقيه، يمتد هذا القسم من المحافظات الشماليه للمحافظات الجنوبيه. عمل هذا القسم بالشركات النفطيه، التنقيب، المسح الجيولوجي بشركه بوزاره الصناعه والمعادن، بوزاره الموارد المائيه، وحديثا استحدثونا بوزاره التربيه، استحدثونا ماده علم الارض تدرس الصف الخامس العلمي. لكن كل هاي الوزارات اللي ذكرتن اني هي وزارات تعمل على تهميش الجيولوجيا. ليش تعمل على تهميش؟ ما اعرف يعني الموضوع سياسه، ما اعرف انه يقول لك هسه ماكو مال تعيينات، ماكو شغله عنصر. احنا وزاره النفط بدايه شهر الواحد ارسلوا كتاب احتياج للشركات النفطيه، على اعتبار انه احنا عملنا بالشركات النفطيه اللي هي شركات الاستكشافات النفطيه مع الفرق الزلزاليه، والشركات النفطيه اودت الاحتياجات للوزاره، لكن الوزاره خفت الكتاب وهمشتنا بسنه 2023. يعني مؤخرا قبل الموازنه، مؤخرا قدموا. الشركات اكو شركات رفعت الاحتياج، شركه نفط الشمال، شركه نفط البصره رفعت الاحتياج، لكن ما بعد رفع الاحتياج وما بعد الموازنه من نحاكي الوزاره، نخاطب الوزاره، يا بوين الدرجات؟ تم الغاء التعيينات من قبل رئيس الوزراء، هذا العذر الواضح والصريح، لكن هو هذا الدرجات الوظيفيه اصلا قبل الموازنه. رئيس الوزراء شو يقول يعني؟ ما يقول لغيت الرئيس رئيس الوزراء ما معلومه، يعني مبلغ الوزارات انه اوقف التعيينات بشكل يومي اجر يومي، احنا ما نعرف. القضيه مو بس انتو، هي اغلب الخريجين هم باقين بلا تعيين، بس اكو خريجين تم انصافهم، يعني ما احب اذكره، يعني كل الاحترام لهم، اكو خريجين تم انصافهم سواء بتعيينات وزاره التربيه، سواء بتعيينات مجالس المحافظات. يعني تصور احنا قانون الامن الغذائي اللي تم اقراره بالمجلس النواب ينطون للجيولوجي حصه ما لا يقل عن الخمس درجات وظيفيه بكل محافظ، واحنا اعدادنا ما تزيد عن ال 1500 خريج، يعني بكل المحافظات. يعني هو احنا ما دا نطلب شيء من عندهم، هذا حقنا، احنا نريد حقنا، تعبنا لان احنا درسنا وهذا حقنا، وعندنا خريجين يعني متخرج صار له 7 سنوات 8 سنوات، وقطاع الخاص الكل يعلم وضع القطاع الخاص، ما بي اي ضمان، ما بي اي ضمان للخريج. بالاضافه للشركات النفطيه اللي غزتها العماله الاجنبيه، يعني ماكو اي رقابه من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، ما تراقب هاي الشركات النفطيه اللي غزت ويتقاضون رواتب باهظة جدا. انتم اليوم من كل المحافظات متواجدين هنا؟ احنا باغلب المحافظات، يعني من الشمال للجنوب، يعني من كركوك، من الموصيل، انتهاء بالبصر. رد النقابه شنو؟ رد النقابه عليكم؟ النقابه حاليا ما لها اي موقف اتجاه هاي الخريجين، ما لها اي تحرك اتجاه هاي الخريجين. احنا ناشد من خلال قناتكم الموقره كل الاساتذه، كل الجامعيين، الاكاديميين، كل اصحاب المهنه انه تكونون مساندين لاخوتكم الجيولوجيين، لان كفى تهميش كفى تهميش كفى تهميش. الجيولوجي مهمش على مدار سنوات، يعني الا الظاهر الا اعتصم بباب الوزاره يلا احصل حقي. يعني الى متى هذا الوضع بالعراق؟ بس الوزير ما طلع؟ لا وزير طلع، لا احد طلع، لا وكيل طلع. شلونك حبيبي؟ شكرا جزيلا. شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. هاي السنوات خريجين لحد الان ماكو تعيين، انتم اليوم امام وزاره النفط، فوزاره النفط شنو رايكم؟ بالبدايه نشكر قناه الايام، طبعا الوزير بالبدايه نقول له ان بقي بحياتك على ما الحادث اللي صار،
احنا اليوم ولدك بالشارع، بناتك بالشارع، انت فقدتك اليوم بنيه عزيزه عليك، اليوم بنتك بالشارع واقفه صعبه يعني نشوفك. احنا ما طلبنا غير بس حقوقنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت اليوم هاي رعيتك بالشارع يا وزير النفط، احنا نطالبك غير ما اريد بس حقوقنا، احنا نعطينا حقوقنا، صار لنا سنوات متخرجين وما لا شغل ولا عمل، لماذا العماله الاجنبيه يعني اخذت حقوقنا ليش يعني بالذات؟ يجيبون يعني سجناء صينيين يجيبون يشتغلونهم يقوم $3,000 بالشهر، والعراقي ما عنده يعني مصيبه، هاي مصيبه يعني صعبه. ثانيا دقيقه يعطون السجين الصيني يعطون $3,000 بالشهر، الألف دولار لابو الشركة، والألف للعراقي، والألف يروح للسجين الصيني. يعني أكو أحزاب هي اللي جابت هاي الشركة، يعني ليش هذا الظلم لهذا القسم، يعني هذا التهميش لهذا القسم، هذا الاقتصاص مهم. كل البلدان العربية اللي عندها ثروات نفطية ومعدنية وذهب وغيره، فهي اللي تدعم هذا القسم وهذا الاقتصاص، إلا بالعراق ما تدعم هذا الاقتصاص. نشكر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ذا ننوع على نقطة واحدة بسيطة هي راح تكفي كل هاي الخريجين، اللي هي احنا الشركات عندنا نفطية، الصينية، الإنجليزية، الأمريكية، كل الشركات، ليش ما يضيفون درجات عنا؟ ليش كلها للعمالة الأجنبية؟ هو ذا يحدد، مو أقول 100% ولا 50%، 10% تكفي هاي الخريجين كله، بس هاي أنوع عليها، إلى متى يعني؟ الخريج يتعب ويدرس ومصاريف. سنة تخرجت؟ احنا سنة 2020، 19-20، اكو طلاب 2016، اكو 17، اكو 22. حلو، إذا ما تعينتوا يعني شلون؟ إلى متى؟ هو احنا هذا سؤالنا. سكتنا، قالوا موازنة، هسه التربية في حالة، زين من المعيش البلد؟ مو وزارة النفط؟ ايش قد نسبتها من الاقتصاد العراقي؟ مو تعبر 90%؟ طيب أنا ليش أعين أبو التربية مع احتراماتي إلا وخليه يتعين بالعافية؟ من اللي يصرف الراتب؟ من وزارة، بس العفو، من وزارة النفط، أبو الكهرباء من وزارة النفط، طيب ليش ابن النفط ما يتعنى النفط؟ أنتم اليوم أمام وزارة النفط. وما امام بوابه الوزير. نعم. هو اكيد جاي يشوفكم، يعني اذا ما يشوفكم هاي الكاميرات وبلغه. يا الله، واحنا هذا اللي نتمنى. يعني ليش ما يطلعون؟ يطلع واحد من والله ما ندري من الصبح ليها، سو احنا باقين باذن الله لحد ما يطلع لنا وزير، وكيل وزير، او يفتح لنا ابواب الوزاره اللي هي مو سجن، ابواب وزاره عراقيه واحنا ابنائها ومن ضمن تخصص، يفتح لنا ابواب يدخلون ممثلين عنها، ما نريد هوسه ونسبب لهم ازعاج، نطب القابل للوزير، هذا مطلب مستحيل. السودان مخصص كل خميس الوزير لازم يفتح ابوابه. تبقون انتم؟ نعم باقين باذن الله لحد تحقيق المطالب. من خلال قناتكم نوصل هذا الصوت، انه هاي الفئه هي لها اهميه واحتياجها بقطاع النفط. زين؟ ليش التهميش والاقصاء؟ والخريجين يعني مو بذاك العدد الهائل. يعني منطقيا عددنا هائل، مو انتم. بقية الخريجين اللي موجودين بالعراق. لا بس الحكومة يعني الحكومة ما سوت. بس اليوم خوش عندكم مقترح انه موجودة شركات اهلية، فممكن انه يكون تعاون مع هاي الشركات. احنا نسأل شنو سبب اخفاء هذا الاحتياج المهم لهذا التخصص؟ نسأل وزير النفط، وليش هل يعني التهميش لهالفئة هاي؟ يعني من سنوات مضت، يعني من 2015 إلى 2014 ما جاي درجات وظيفة، خمس درجات للمحافظة ولا درجة وظيفية جاي. خمس درجات بس من 2015 لحد الآن. هاي آلافتم. آلاف نعم، هاي كل سنة أنا محافظة ميسان. البقية منين جايين لهم؟ محافظة البصرة، محافظة الأنبار، محافظة الموصل، محافظة الديوانية، محافظة النجف، كلها موجودة. زين؟ وكل يعني هسه مثلا كل هاي محافظاتنا الجنوبية تطفو على بحر من نفط. وكلها محتاجه هاي شبابها، ليش ما جت عين؟ ليش نجيب عماله اجنبيه؟ عماله بل محليه هاي ابناء الوطن، يعني تشوف كلهم اوائل. والله اعرف خريجين جاي يجون ببغداد عماله يشتغلون ويباتون بالفنادق، ليش؟ يجي المحافظات غير؟ اي نعم، ليش؟ على اساس؟ زين، انا من اقدم على شركه اهليه نفطيه، اول شيء تريد من عندي الخبره. أنا كوزارة نفط، كوزارة التعليم، ليش ما أفرض على الشركات أقلها تدريب حتى بعدين لما أتخرج أنا يكون عندي نسبة مال تدريب، عندي سنة، عندي 6 أشهر، لأن هسه أنا جاي أخرج من النظري إلى وين؟ سهل أبو تيش وايد سنوات. إي طبعاً، بس والله ما ندري، حكينا وملينا وهسه واقفين هنا وبإذن الله اعتصام لحد تحقيق المطالب. شنو
هذا العزيز. اول شيء نشكر قناتكم الموقره لايصال صوتنا. لين الجيولوجي هسه اريد نوضح الجيولوجي، الجيولوجي عانى ما عانى من التهميش طيله الحكومات المتعاقبه على العراق. عانى ما عانى من التهميش، لم يجد اي فرصه له بالعمل الا ما ندر في الالف واحد بصريح العباره، وخصوصا المحافظات الجنوبيه اللي هي المعنيه بالنفط اللي هي ثروه العراق. من هذه المحافظات البصره وميسان والناصريه، لكن مظاهراتنا احنا اليوم الجيولوجيين من جميع ومختلف المحافظات الجنوبيه والوسطى، من جميع المحافظات بغداد واسط البابل من كل المحافظات. مطالبنا بسيطه، مطالبنا احنا كخريجين بسيطه، احنا ما نطالب شيء فوق قدره الدوله ولا طاقه الدوله، احنا خريجين، احنا من اهم الركائز الاساسيه لاقتصاد هذه البلد. ليش من اهم الركائز؟ لان العراق بلد نفطي، بلد اقتصاده قائم على النفط، وهذا النفط بالعراق ما موجود ولا احد يعرفه ولا احد يكتشفه لولا وجود الجيولوجي. الجيولوجي هو الركيزه الاساسيه لاقتصاد هذه البلد، وللاسف للاسف الشديد عانى ما عانى من الظلم والتهميش. الان هذه الشريحه الواسعه من الخريجين اتوا من مختلف المحافظات، قطعوا مئات الكيلومترات، تحملوا خطورة الطريق، تحملوا عباء الطريق، من البارحة بالليل طالعين، ثق بالله أستاذ العزيز، أنا من محافظة ميسان. الله يحفظك ويسلمك، جينا لبغداد حتى نوصل صوتنا، صارنا سنوات نحكي، أنا ليش شكرتك بالبداية؟ إحنا نريد أحد يوصل صوتنا. الله يحفظك، الله يحفظك ويسلمك. الجيولوجي عانى ما عانى، إحنا عندنا احتياج أستاذي العزيز، الشركات النفطية طالبة، المطامة الكبرى، الشركات النفطية طالبة بين احتياج. الشركات محتاجة كوادر جيولوجية عراقية، لكن للأسف وزارة النفط كتابنا وكتابكم، كتابنا وكتابكم، لعدم توفر تخصيص مالي، والتخصيص المالي وهذا المواطن والخريج أهله تعبوا عليه وربوه وخلوه يطلع معدل، وهذا الشيء دخلوا مدارس أهلية وخصوصي وكليات ومصرف وتغربوا وراحوا محافظات تالي ما تالي، تجي العائلة شوفوا ابنها قاعد عطال بطال، لا زواج لا شغل لا يعين أهله. يعني ليش يا بلد النفط؟ احنا نقول يا بلد النفط، يا سيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، هاي ابناني، هاي الجيولوجيين من اهم الشرائح بهذا البلد، من اهم الخريجين. انتم يا بوزاره التعليم العالي، اذا تدرون هذا الاختصاص ما حد جاي يطلبه، المن فاتحينه؟ المن جاي تورطون هاي الشباب؟ يا عالم، يا وزاره، يا حكومه، المن ورطتوا هاي العالم؟ هاي العوائل، هاي الناس برقبت يا عوائل، ناس حاب مسؤولية، ثق بالله أستاذ العزيز، أكو ناس ما جت للمظاهرة، كروة ما عدي، خابرهم البارحة عبر التحشيد، قالوا مصطفى إذا نجي احتمال أبو الشغل يبطلني، نخسر شغلنا إحنا أصحاب عوائل. يا سيد رئيس الوزراء، هاي أبنائك، كاتل أم الضيم، ما نقول كاتل أم الحار، عمي قتلنا الحار، ذبنا على الساتر كفيلك الحسين، ذبني، وين ما كان؟ إحنا رقم عيشنا ندوره. احنا رايدين بشرف سيد رئيس الوزراء وزير النفط، احنا هاي خريجين اتمنى تلتفتوا لي، شنو 3 سنوات موازنه ما بيها تعيين وتتكدس؟ وهي المشكله هي مو منطقيه، هي مشكله استاذ العزيز، هي مو 3 سنوات وخلصت، هي قبلها اذا بالقليل 10 سنوات. يعني اول تعيين تقريبا اجى واضح للجيولوجي بسنه 2019، والمشكله والطامه الكبرى استاذ العزيز، هذا التعيين ما اجى بصوره عاديه، هم اجى بضغط، وضغط مو عادي، حرق وغلق الشركات النفطيه، يعني انا لو انزل اخرب واقطع الطريق على العالم واغلق مقرات الدوله، ماكو ما حد يسمعك، وبالتالي اسئلتهم اليوم يعني ايضا احنا مشاهدي الكرام مثل ما تشوفون يعني ما واقفين امام بوابه الوزير، ولحد الان ما حد سامحهم، فانتم اليوم ما حد يطلع لنا اصلا، ما حد يطلع لنا للاسف الشديد، الباب ما حد يفتحه ولا حد يقول يا بتعايش تردون، عم عقل جاملونه، يقول هذول جاي من مناطق بعيده جاملونه شد معين، خلوا عندنا امل بموضوع، امنونا بشيء، كلفونا نفسكم. سيد رئيس الوزراء ابن ميسان، انا ابن ميسان، هسه خريج ان شاء الله كلهم ولدك، كل المحافظات ولدك، احنا الميسان، احنا محافظه نفطيه، صح والله صح، بس شركة نفط ميسان طلبت احتياج بيني، طلبت 60 واحد، ليش ما 60 واحد تخصيص مالي ما عدا 60 واحد، احنا بلد النفط نصدر مليون برميل يوميا، ما عندنا احتياج 60 جيولوجي للاسف الشديد. شكرا جزيلا.
اليوم هسه احنا قسم جيوفيزي ايوه وعلي احنا قسم جيوفيزي من بغداد جامعة الكر. احنا صارنا من انفتح القسم انفتح جديد ما موجود تقريبا بالعراق كله. هم القديم مش حصلوا ايوه احنا هسه قالوا لنا من طبوينا قدمنا على الجامعة عندنا احتياج وعندنا احتياج وتعيين وبدنا فوتو بلا هاي تخرجنا وكلها قاعدة والدفعات اللي قبلنا كلها قاعدة. كم دفعة تخرجت؟ تقريبا احنا الدفعة الرابعة تخرجنا من هاي وكلها قاعدة تقريبا ولا واحد متعين لحد الان ولا واحد. اما وعدونا وبدنا فوت وما نفوت من السوالف وكلها قاعدة الله وكيلك. اي والله بالتالي مشاهدينا الكرام يعني مثل ما تشوفون العديد من الطلاب اللي موجودين هنا والخريجين اللي تخرجوا من كل المحافظات اللي موجودين هنا من قسم الجيولوجيا امام وزارة النفط واكل لغاية الان منذ قرابة اكثر من ساعة او ساعتين يعني ما خرج اي شخص من وزارة النفط رغم انهم ببوابة الوزير وتحرس يعني جاي يشوفون ما يجون اصلا مو يعني انا شاب 16 سنة ادرس 4 سنوات بالجامعة من محافظة بابل 16 سنة ادرس 4 سنوات انا خارج عن اهلي عايف اهلي وادرس مصاريف وعايف اهلي وكل شيء غير اريد الهام غير اريد يعني من يزرع الواحد يحصد احنا كل شيء ما حصدنا يعني صار لي سنتين قاعد كل شيء ماكو لا وظيفة لا شغل يعني شغل يعني كل شيء ماكو تعبنا احنا تعبنا يعني الجيولوجيين تعبنا فرد نوم نريد حل احنا نريد حل لهي الأزمة. أكثر من ساعتين والوزير طلع مر منكم مرور الكرام حتى ما أكلف نفسي هو كل هاي الفترة يمر مرور الكرام شنو جديد؟ هاي السنوات كلها؟ السنوات واللي عاد ليش طالعين؟ السنة الوزارة صار لها يمكن أقل من السنة كان من المفترض على الأقل يشوف دول اللي جايين بالحال يعتبرهم مثل أبنائه بس لا يتعب نفسه مدير مكتبه مثلا مدير مكتبه يروح يدزه إي مو هيش المفترض؟ أنا ما أعرف أي ناشد منهم بس أناشد كل شريف تهمشنا على مدى سنوات وإحنا قسمنا مو قسم يعني سهل أو مو قسم إنه هو ما بي احتياج زين فبالتالي إنه إحنا نحتاج اليوم أحد يطالب بمظلوميتنا يحكي بحقوقنا وصلنا لهذا الحال قبل الموازنة وجهنا كتب خاطبنا النواب لكن الردود اللي كانت الردود اللي كانت انه احنا نوجهها لوزير النفط نوجهها لمستشار رئيس الوزراء نوجهها نجمع تواقيع تفاجئنا احنا كنا بيوم اقرار الموازنه على التصويت بالفقرات كليتنا قاعدين زين على اعصابنا نزلت احنا ما موجودين زين هذا التهميش مقصود خصوصا انه اليوم جاي نشوف الخريجين من 4 سنوات و5 سنوات قصدي وزاره والله هو مو مسألة الوزارة قاصدته ممكن أكو أيادي خفية إحنا ما نعلم بها هي اللي قاصدته غايتها غايتهم لأنه هسه تقيس الشركات النفطية اللي موجودة إحنا هسه عندنا هي بها عمالة أجنبية وبالتالي العمالة الأجنبية حتى بالتعاقد مع شركات ممكن صينية أو غيرها شوف أنت إيش قد موجودين موظفين أجانب لكن بالمقابل حتى موجودين جيولوجيين قليلين وحتى الشخص العراقي اللي موجود هم يخلونه ببوزيشن كلش ضعيف مقارنة يعني أسوة بالشخص الأجنبي اللي موجود هم حتى معايشة ما يفتحون حتى احنا نشوف مثلا نطلع شنو اللي يصير شنو اللي اليوم اللي يتخرج منكم حتى يتعين أو ينطلب بوظيفة لازم عنده ممارسة فترة ممارسة لحد الآن حتى ما ممارسين يعني لا ويا الشركات لا ويا القطاع الحكومي بكل الاتجاهات مهمه. انا يعني مره يعني تكلمت بمنشور يعني حتى وجهت للاشخاص المعنيين بهذا الموضوع انه احنا ندفع مبالغ وتكلفه هذه الدورات مقابل ان هم يوفروا لنا اياها. لهالدرجه وصلنا. ماكو اي استجابه. يعني وصلت لمرحله يعطون فلوس في سبيل فلوس الدورات؟ وماكو استجابه؟ اي ماكو استجابه. يعني الحل شنو مثلا؟ ما اعرف الحل شنو، انا هسه احنا هم دايخين ما نعرف. صدقني احنا هم ما نعرف. احنا نريد نعرف شنو وضعنا شنو مصيرنا غير اكو شخص يقول انتم مصيركم مثلا خلاص روحوا ما لكم درجات وظيفيه زين شنو السبب شنو يعني زين هاي التظاهرات راح تستمر احنا مستمرين تكون اعتصامات احنا مستمرين واعتصام هنا لحد ما يجي شخص اليوم يقول لنا ترى انتم هاي قضيتكم احنا ما نريد احنا شوف احنا قايتنا اليوم ما نريد نخلي هذا البلد يرتفع بكفاءاته احنا نريد نطرد كل الكفاءات الموجوده والطاقات الشبابيه ونستعين باشخاص اجانب غايتكم انتم لو غايتكم طبعا هم خلي يجون يقولون لنا بهذا صريح العباره ليش مستحيين من عندنا خلي يجون يصارحونا
يا ما ترى ما نريدكم، انتم ايش كلكم من احتاجكم؟ احنا مجرد نسوي احنا نكدس بعد اعداد خريجين زين، وما يخطون خطوه انه انا اليوم ما عندي احتياج لهذا القسم، خليه اغلق لي فتره معينه، بالتالي هاي ايضا خطه حتى انت تتدارك الموقف، مو انت مستمر حتى مسائي والصباحي، واحنا كم قسم موجود بالمحافظات؟ بسبع محافظات وثمانيه، كل هذا احنا ما قدر انه يحتوون كل هاي اعداد الخريجين، مجرد وعود تخديريه بوعود بوعود. بس الموضوع غبن واحد لا بعد هاي السنوات كلها وتخرج وما يلقى فرصه ويطلع وبهالحر، يعني تحسين غبن. استاذ علي هي مو مساله يعني انه بعد هذه السنوات، احنا حتى لما دخلنا هذا القسم ما دخلنا بمعدلات قليله. لا هي مو معدلات خمسينات ولا هي ستينات، زين هسه انا يعني اوكي هو انا مدى اريد اتقصد زملائي البقيه ممكن المجموعه الطبيه وغيرهم، يتخرجون من كليات اهليه معدلات قليله زين، وحتى خبرتهم ممكن قليله، يروحون بالمستشفيات بعدين يطبقون، زين انا هسه اريد احكيها خلي خلاص اعوف النفط واروح اتعلم اسحب دم واقيس ضغط ويعينوني مباشره تعيين مركزي. زين شنو انا هسه اوكي هم زملائنا، يعني مو معناته انه احنا هسه اذا نستهدفهم العداله تكون حاضره. احنا بلد نفطي، احنا بلد يعتمد باقتصاده على النفط وذولا خريجينا، وبالتالي اعدادكم قليله يعني 1500 هاي 1500 دا احكي لك ممكن هم البعض من عندهم على عقود، يعني عقود او على اجور وغيرها، ممكن هسه على حتى اقل. زين ميزانيه دوله مثل العراق على بحر من النفط ما قدر هو اليوم يأمن 1500 درجة على مستوى 18 محافظة؟ ما قدر. إذا هم دولة فاشلة. خلاص. أنتوا دولة فاشلة وإحنا هنا متظاهرين. الله يسلمك. الله يسلمك. الكلام إذا بالتالي هي اليوم أنه من هيك أعداد خريجين 1500 طالب من كل المحافظات اللي موجودة بالعراق، مو فقط بغداد، ووزارة النفط عاجزة أن توفر أنه هذه المستحقات والدرجات الوظيفيه لهم، فاكو مشكله كبيره، خصوصا انه اليوم اكو مقترح يعني من قبل الخريجين اللي موجودين هنا قابلين بانه يعملون بالشركات القطاع الخاص او الشركات اللي موجوده اللي تابعه للوزاره، لكن بالتالي فقط يحتاج الى تنسيق او تعاون بين الوزاره وبين الشركات اللي تعمل تحت مظله وزاره النفط، لكن بالتالي هذا الامر ايضا غير مفعل لحد الان، خصوصا انه وزاره الشباب عفوا وزاره النفط بشخص وزيرها يعني مر بالرتل مالته منا ما مر عليهم ولا طلع مدير مكتبه على الاقل يناقشهم يستمع لهم يستمع لوجهات نظرهم. فبالتالي اتمنى التوفيق لكل الطلبه الخريجين سواء جيولوجي او بقيه الاقسام وياخذوا فرصتهم بهذا البلد باعتبار انه ناس تقدموا وناس درسوا وتعبوا على نفسهم واخذوا شهاده ولغايه الان ما مارسين عملهم، فتاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.